أهلا بكم. هذا الرجل اسمه محمد العزيزي، محمد بن العربي، عمره 72 سنة، أطال الله في عمره. له محل لبيع الكتب في قلب المدينة العتيقة بالرباط، يبيع الكتب منذ 65 سنة، وكل من مر بجانبه يجده غارقا في عالمه الساحر، يقرأ ثم يقرأ من 6 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم. العم محمد ليس بائع كتب عادي، حينما تلمح محله من بعد سيستفز منظر الكتب وجمالها فضولا في باطنك. محل عتيق يحتضن كتبا عتيقة من جميع الأجناس. يجلس على عتبته رجل عتيق يحمل في يديه ويقرأ، يحرك عينيه بين كلماته بخشوع، وكأنه عالم قرطبي وسط بلدة أندلسية. حينما تسأله عن عنوان كتاب ما، لن تلقى إجابة مقتضبة مفادها وجود الكتب أو عدمه، بل ستلقى ابتسامة عريضة منه إن سألته عن عنوان كتاب يحبه. سيبحر معك في قصصه التي جرت إليه نداءات الذاكرة البعيدة، وإذا لم يخنه النسيان سيكلمك عن اللغة العربية. ويقول السيد محمد العزيزي: اللغة العربية لغة نقية، هربنا منها فهربت منا. كل ما فيه يوحي بالبساطة، تقاسيم وجهه نحتها الدهر نحتا متقنا. محل عتيق يعبق برائحة الكتب وقصص من مختلف أقطار العالم. ثمن بسيط وكنز ثمين في قلب المدينة العتيقة للعاصمة الرباط منذ 65 عاما. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.